مايا وين المصاري؟ شو عم تعملي؟ بعد عني يا مجنون! مايا ما تتحركي! مايا! هلا إذا مستعجلي ممكن آخذك هون ورا حيط المطعم وقتلك. بين اللحظة والتانية رح تبلش معدتك توجعك وجسمك كله رح يرتخي وبعد ساعة بتموت. مش أنا سامي الرئيس. على هيدا التليفون في تسجيلات لأكثر من 5 سنين. دكتور بدران يعني أكثر من 20 جريمة قتل. بدي إياه يوصل للشرطة. جريمة قتل قدام بيت نور الرئيس. وائل! حلي عني، خربتي لي حياتي. دكتور بدران ما تتحرك. مرتك بعد عايشة؟ ايه بعد عايشة. ولك اذا بيصير في زلزال ومنموت كلنا، مرتي الوحيدة بتضل عايشة. كيف هرب؟ عأساس مشجن عليه الحراسة، كيف هرب؟ كل انسان بيغلط، الحق علينا. بقى تحكي ولا كلمة. ما حدا رح يموت اليوم. دكتور بدران بده يدمر لها حياتها لنور، ما بده يقتلها. حضرتك كان بدك تقتل مرتك لتعيش مرتاح. منيح لك عين تحكي عن القيم والمبادئ. ما بحياتك تفتح هالسيرة مرة تانية. معك 100 دولار؟ معي. دفع سلف عيني. اطلعي وبعدين منتحاسب. شو بكي؟ شو صار؟ مامي ضربني! ضربني الحيوان! فوتي معي على الأوضة، فوتي. معقول تقتلنا؟ شو هالحكي هيدا؟ ليه بدي اقتلك؟ ما عندي شي ضدك. بعدين انت خلصتي لي حياتي. حضرة الضابط صار في جريمة قدام البيت والشرطي عم يحرس قدام البيت. وينه؟ هو الضحية حضرة الضابط. أطلق وصراح الدكتور بدران؟ شو هيدي، مزحة ولا مصيبة؟ بين سامي والدكتور بدران والشرطة وجرائم القتل حاسة كل شي عم يرجع ينعاد من أول مجدد. شو ما تعمل ما رح تقدر توقف جرائم القتل ولا رح تقدر تخلص نور الرئيس من يلي جاي. عم تستفزني يا بدران. صار عندك قاعدة كتير يا حضرة الضابط، انتبه على حالك. خذه! نور بخطر؟ أمون معروف خبرني. تسافر؟ كيف بدك تسافر؟ ما الشرطة عم تنبش عليك. ما بعرف، بطلت أعرف شي من شي.
بتعرف شو؟ أنا بقول خليك مخبى عندي شوي، مع الوقت الشرطة رح تنساك بصير فيك تسافر. بليز سوسن، خلينا نغير الموضوع. ليه؟ ما عم نفكر سوا. لا عم تساعديني؟ لأنه قلت لك قصة خي المرحوم. خلينا نحط الألغاز على جنب، أنا صرحتك. لأنه ما بآمن إنه في إنسان بيخلق شرير. أنت منك شرير، يمكن ظروف الحياة خلتك تصير هيك، بس أنا بعرف إنه جواتك في إنسان طيب وحنون وحساس. شو بك سامي؟ ولا شي. هيئت نسبتك بالمطرح الحساس هيدا حلم حياتك. اوعك تجربي تحكيني بهالطريقة مرة تانية. سامي شو بك؟ شو قلت لك؟ هيدا اللي كان بعد ناقصني، اخد درس عن حياتي من وحدة شهر. وحدة شو سامي؟ أولى وحدة شو؟ ما تعملي منها قصة، أنا ما قصدي هينك، بالنهاية هيدي شغلتك. هلا إذا أنت مستحية فيها صار شي تاني. أنت واحد حيوان، طلع لبرا يا حيوان، طلع لبرا. يعطيك العافية. الله يعافيك سيدنا. بدي عينيك مفتحين منيح، الوضع كثير خطير، ممنوع الغلط. ها أمرك سيدنا. كنت جاي لعنا؟ كنت جاي اطمن عليكم وشوف إذا عايزين شي. ميرسي كثير كلك ذوق، نحن ضاهرين نشتري غراض. أنا بفضل تبقي بالبيت اليوم ست نور، متأسف لك لأنه الوضع الحالي شوي خطير. قلنا كل النهار مزروبين بالبيت، بعدين تعطي الله جاي من السفر، مش معقول ضلني تركتها بالبيت هيك. لا لا دخيلك نور، خلينا نرجع نطلع على البيت. لا تعطي الله، مش رح نضل مزروبين بالبيت بهالطريقة. طيب طيب، رح ابعت حدا يرفق. هيك، ايدي على شواربي عم اقول لك إذا بعد مرة بتطنش وبتنسى. يا عمي خلص وصيتها لنور، رح تجيب لي علبة دخان منيح؟ خيي مين قال لك أنا بدي علبة؟ أنا بدي حقي خيي 10 سواقير. طيب على راسي. 10 سواقير. شفت كيف ما احسنت؟ اسمعني منيح. دكتور بدران عنده قطع عم بيراقب نور ويعرف كل تحركاتها. مين؟ سامي الرئيس؟ ما بعرف اذا سامي، بس بعرف انه خطة الدكتور بدران عنوانها الضغط النفسي. شو يعني؟ خيي ما جاي لك بالحديث. الدكتور بدران ما بده يقتلها لنور، لانه برايه اذا قتلها بيكون عم بيريحها. بده اياها تحس حالها بالحبس. بدو إياها تخاف تطلع برات البيت. ما عم بفهم عليك صراحة. لك صحيح إنك بلا مخ، ليش أنا قلت شي بينفهم؟ شو رأيك تخبرني شي بينفهم؟ إيدي عشواربي أنت بدك قواص. ما تأخذني خيي، طول بالك علي. ماني مضطر خيي أنا ماني مضطر، ماني مضطر كل مرة داينك الخبرية وأنت تقطشني 100 مرة. خلص ما بعرف رح أفتح تمي ولا كلمة، خبرني. خلص هلا هلا عصبت أنا. عصبت خيي انا ما قادر احكي ولا نص كلمه بقى. طيب ماشي الحال، روق وقف تعصيب وبعدين خبرني الخبريه. ياي شو مغير لبنان؟ صرنا قريبين على الشركه، بدي تطلع فرجيك على المكتب. ايه وهيدا الشرطي بده يطلع معنا على المكتب. لا بينطر بالسياره. بدي افهم انت ليه زعجك على الشرطه المعتر؟ في احلى منها واحد يحس حاله هيك انه هو معه مرافقه كل الوقت؟ لا ما في احلى منها يكون واحد مرافق كل الوقت. مين 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 هيدا اللي واقف عم يطلع على البنايه؟ شوفي يا امي دخلك، هذا سامي. سامي الرئيس كان واقف هون، هيدا سامي الرئيس اللي عم يركض هونيك. ايه
الو نعم شو في؟ شو؟ كيف يعني هرب؟ بتسكر المنطقة كلها، ممنوع ولا سيارة تفوت أو تطلع من الشارع. اسمعني شو عم قلك، اتصل بالمركز واطلب دعم، واصل لعندك. ماتر ما بعلمي مش جيت نوم زي ما أبرزك بدك صار لك ساعتين نايم ومجلي صلى بطق رقبتك ما فيك تشوفني نايم دقيقتين يعني شو بصير لك ليك اسمعني منيح اوعى تقطشني ركز معي هيدا يلي بيسموه الدكتور بدران بدو ينتقم من حبيبتك نور بدو اياها تحس اللي هو عم بحسه هلا عزيز سمعه عم يحكي هيدا الشيء على التليفون طيب وانا شو بدك ياني اعمل؟ بدك نهرب من الحبس؟ اخي اذا هربنا من الحبس شو بدنا نعمل يعني؟ لك ايدي على شوير بي انت واحد الله يساعدني عليك جبان نام يا ست نور كلهم كم ساعة وسامي الرئيس بيصير بالحبس طيب وإذا هرب كيف بترجعوا بتلقطوه؟ نحن متأكدين 100% إنه سامي الرئيس بعده بالشارع يلي هرب عليه رجالي مسكرين الشارع وما عم بيخلوا حدا يفوت أو يظهر من دون ما يحققوا معه طيب شو النفع تسكروا الشارع؟ هو مخبى الشرطة منتشرة بكل الشارع وعم بتفتش عليه بركي مخبى بشي بيت تعطي الله خلاص من بعد ما نفتش كل الشارع راح ندق على البواب بيت وبيت ونفتشهم كلها كم ساعة وبصيروا مذكرات تفتيش معنا أنا خلص تعبت أعصابي لا أنت بضل عايشة بهالكابوس بالإذن أنا بدي أظهر شوف الشباب برا الشرطة قدام البيت تيحذرني كان لازم بيع هالبيت الزفت من قبل شو هالحكي يا نور حدا بيبيع بيته وبيغير حياته كرمال واحد مجرم ما بيسوى فرانك هلأ الشرطة بيكمشوا بزته بالحبس وبكرة كل شي بيتغير بكرة بتشوفي بس بدي أعرف كيف عرف أني رح أفتح الشركة مين خبره ما تفكري بهالشي بيوجعك راسك تعبت أعصابي بوقفي تعبت أخ يبعت لك مرض يا سامي الرئيس ويكون ما إله دواء أبدا خلاص حبيبتي روقي روقي سوسن افتحي افتحي مين؟ هيدا أنا سامي شو بدك؟ سوسن أنا بعتذر هلا فوت بعدين بنحكي الشرطة مسكرة الشارع كله قتلت همك الشرطة كلها عم تفتش علي بيعرفوا إنك هون؟ لازم جاوب على هالسؤال إيه معك حق سؤال بلا طعمة سوسن سامحيني أنا هيك طبع لئيم لا انت مش لئيم انت جفس ونمرود بتعرفي اليوم كان الطقس حلو كيف فيك تحكي عن طقس والشرطة مسكرة الشارع على يومين ثلاثة تعرف شو يعني يعني انا شغلي رح يوقف يومين ثلاثة من وراك اي سامي اي شو بك موجوع سامي موجوع كتير سامي لك ايه ايه ايدي عشوير بعمل لك سأل شبلي يا زلمة مش قليل لك الفساد اكل الدنيا عيوني عم ينخر فيه نخر مثل السوسي بالدرس هيك مختلفنا
بس انه الدكتور بدران يكون عنده هالقد عصابه كبيره، بتعرف شو يعني رعبتني؟ ولك شبكه طويله عريضه، تبييض اموال وتجار سلاح وقتل واغتيالات وغيرها وغيرها من الخدمات الاجتماعيه والمنتوجات الوطنيه. بس يا جورج في شيء مش منطقي، انه الدكتور بدران لطالما معه هالقد مصاري لشو بده يطمع بمصريات نور ويعرض حياته للحبس؟ ما فهمت. لانك بلا مخ. ما خليني خلص، عم اقول لك ما بقى تقطشني حبيبي. صارت الشرطة تضيق عليه أكتر وأكتر للدكتور بدران. أغلبية شركاته المخالفة للقانون تسكرت، وعدد كبير من أفراد العصابة تلقطوا، وكل تحركاته عم تترقب. بما أنه الدكتور بدران أمرجي من اللي بيحبون قلبك، بلش يصغر شوي شوي وكل قوته تضعف أكتر وأكتر. وأنت مهم تعرف كل هالأخبار. صديق العمر كامل العصابة معه للدكتور بدران، كان يخبرني كل شيء أول بأول. يعني هلا أنت بتعرف العصابة وين مركزهم؟ بقدر أعرف لك وين هني وأعطيك عددهم واحد واحد. إيدي عشوير بعمل لك. أنت شو عم تحكي؟ يعني فينا نلقط الشخص اللي عم بيلاحق نور؟ وحلمك ما بيتحقق إلا إذا كنت أنا برات الحبس. فأي متى بدك نهرب؟ أي رجع فتح الجرح. اي ما كان لازم تتعب حالك هالقد. قلت لك الشرطه كانت لحقتني. مين؟ هدى. وين؟ الخزانه. لا بلا بلا سعيد يا سيد. في شي حضرة الشرطة؟ في مجرم خطير هربان وخبى عندكم بالحي. معقول؟ بالإذن منك بس لازم نفتش البيت. بس أنا لوحدي بالبيت وما في حدا عايش معي. معنا أمر من القيادة بتفتيش كل بيوت الحي. بس البيت مش مرتب. مدام معنا مذكر التفتيش. لا توخزينا يا سيد. يعطيكم العافية. خي لما القلب يدق بسرعة وعقرب الساعة يبطأ بيوعى الخوف على حالة هالبلد المعتر يلي اسمه لبنان، وتعب أعصاب وصرير أسنان وإن كانك قبضة يقدر نام. يلا غمض عين وفتح عين بلكي بيطلع الضوء بسرعة. سكر عينيك ونام قبل ما يصيح المسكين يلي صار يذكرك بالروتين. اوف يا ويلي، انا عمري 50 سنه
يلا حمام ماي سخنة، بعدين الشركة والسيارة الجديدة، بعدين وائل، بعدين عم يوسف، ما هيك؟ يلا هيك. فتشتوا كل البيوت؟ نعم سيدنا كلهم. فتشتوهم منيح؟ حققتوا مع سكان الحي؟ نعم سيدنا. معقول يكون ضحك علينا وهرب قبل ما وصلنا؟ بس كيف؟ سيدنا شو بنعمل بالحاجز؟ باعوه. بلغ الرجال انه المهمة خلصت؟ بلغهم انه المهمة فشلت، خلوهم يروحوا يرتاحوا. أمرك سيدنا. يا ديب خلي تحرم الشارع شي يومين. أمرك سيدنا. نعيمة. ينعم عليك يا مهذب. مش طويل المنشفة شوي؟ بدك أظهر لبرا؟ اوعى تجرب تظهر لبرا، هلا أنا بلبس ثيابي وبنزل بشوف الشرطة إذا بعدها عنا بالحي. وإذا بعدها؟ تنزلي بهون تيفلو، بعدين تظهر. بقبل، بس على شرط. بتفوتي بتتحممي كل نص ساعة. بلا غرامياتك على الصبح. ما فيكي تعرضي ما فاتني قدام رجال. تنزعجي من الغزل اللي عم تسميه غراميات. غمض عيونك. سامية غمض عيونك. طيب. تعجل صباح الخير. صباح النور يا قمر، كيفك اليوم؟ الحمد لله احسن من امبارح ان شاء الله كل يوم يا رب. بتاخدي بيت عصير؟ لا لا انا جاي لك باي، تاخرت لازم امشي. ياي بدك تتركيني لوحدي؟ ما اليوم السكرتيره جديده وصلت، بدي اقعد معها شوي قبل ما اروح اشوف وائل. مع برجي السكرتيره اول الشهر. ما اليوم اول الشهر. يوسكت طيران هالوقت طيران. مشان هيك لازم امشي. بدك شي مني قبل ما فات؟ ايه عملك شوي. انا فكره، شو رايك تنطريني 10 دقايق تلبسي ثيابي وروح معك على الشركه؟ ما في بتاخر. اسمعيني شوي. انا بقعد مع السكرتيره الجديده وساعتها انت بتروحي حتى ما تتاخري على الشري، وساعه اللي بدك بترجعي وما بتعتلي هم. شو قلتي؟ قلت بقبل 10 دقايق بس. 10 دقايق بس اوكي. الله يعينك. قطعت الكهرباء. ما كانوا افتكروك انت القاتل، وما كانوا عطيوك شنطة المصاري. مظبوط. وما كنت تعرفت على نور، ولكن انغرمت. وما كنت مزتوط معي هلا بالحبس كمان. ايدي عشوير بي يا زلمة، هيدي الكهرباء قصتها قصة. انا بيي توفى بالكهرباء، بس توفى لما اجت الكهرباء مش لما انقطعت. الله يرحمه. الله يرحمه. كان معربش على عمود الكهرباء تيوصل الشريط، وكانت الكهرباء مقطوعة. قال لك انقطعت تنتين، اكيد مش رح تجي قبل الستة. بقى يا سيدنا ملا انت على الساعة 3:15 اجت الكهرباء وعطيك عمره وصار فحمي صوت. هيدي بلد ما فيها صاحبي شاطر بشطارته. بقى شو قررت هلا؟ بدك تهرب ولا لا؟ طيب كيف بعرف اذا عملت غلط؟ ما تعتلي هم، مش رح تعمل غلط. طيب اذا خلصت شغله شو بقلها تعمل؟ بقلها تشيل الغبره؟ لا يا عمي شو بدك تهجلي اياه؟ ليه؟ ما تعتلي هم، انا عطيتها شغل عجمعة ما بيخلص. اوكي يلا انا فيلي. عبير بدك شي؟ الله معك سيدي. يلا باي.
بخير، طمنيني. أول شي ليش واقف؟ لازم تضلك نايم لتصح. أنا صحيت، خبريني شو صاير برا. فكوا الحاجز وفلوا، هيئتهم فقدوا الأمل. عال، صار فينا نظهر نتمشى برا. لا. ليش لا؟ لأن أول شي بعد ما صحيت، تاني شي بعدني جاي من برا. طيب، رح أنزل أتمشى لوحدي. لا، ممنوع، طلع على التخت. بحياتك ما تمنعيني من شي، فهمي؟ سامي الرئيس ما حدا بيأمره، حطي هالشي براسك. كل هيدا لأني خايفة عليك؟ ما خلق بده يتسلط علي، أنا سيد نفسي، أنا بقرر مش أنت. سامي اللي عم تحكيني هيك؟ هيك حر. اشتقت لك. شو هالجمال هيدا كله؟ عن أي جمال عم تحكي؟ تعبان كثير مبين عمري شي 50 سنة. ليك حتى لو عمري 50 سنة بضلك أجمل مخلوقة بال. وائل اشتقت لك. وأنا كمان بحبك. وائل ليه أنت بالحبس؟ ليه أنت بدك تنحبس والمجرم الحقيقي فلدان بشوارع بيروت؟ ليه؟ مالي حبيبتي، هذا القانون ولازم نحترمه. بكره القانون. قطي صوتك هلا بيحبسوكي. أحسن بصير شوفك أكتر. ما فيك تشوفيني. النسوان بمال والرجال بمال. كيف يعني؟ يعني حبس النسوان بمطرح ونحن رجال بمطرح ما بيشوفوا بعضهم. بعرف. ما زلت تعرفي لشو تركتيني اشرح لك. اشتقت اسمعك عم تحكي وتفسر وتحلم وتخطط. حبيبتي انت. اليوم فتحت شركة البابا، هيدا أول نهار رسمي. عن جد؟ مبروك، أمتين كان الافتتاح؟ من دون افتتاح، اليوم اجت سكرتيرة جديدة استلمت الشغل وجيت. حلو، هيك بكل بساطة وثقتي فيها؟ لا، طنط يولا معها. مين طنط يولا؟ بنت عمو للبابا. ليش هي بلبنان؟ شو قصتك بقى؟ ما خبرتك. ايه طنط يولا فنزويلا، اوكي اجت على لبنان. طنط يولا بتفطس من الضحك. مال عندك كتام؟ ما بدي انسى دخاناتك. هدول دخانات معلم جورج. مين يعني؟ يعني الزلم اللي معي بالزنزانة. وانت مجبور تجيب له دخان؟ لا، بس هودي مقابل خبرية خبرنا اياها عن دكتور بدران. بس وعديني انه رح تضلك قوية لو شو ما صار. مش عم صدق انه سامي الرئيس هرب منا مرة تانية. طول بالك سيدنا، بكره نلقط وين بده يروح؟ ان شاء الله ما يرتكب جريمة تانية قبل. قطعت الست نور، كان بدها تحكي مع حضرتك. والله ما خليتها تفوت. عفوا سيدنا، بس حضرتك طلبت ما يزعجك حدا. ما قالت لك شو بدها؟ قالت انه وائل شحوط بده يقابلك ضروري، وعنده معلومات مهمة عن الدكتور بدران. بسرعة. شو بك؟ اعطيني الكيس. مو المعروف. ما بتستاهلي. مو المعروف بترجيك. عم يوسف؟ من وين جبت كيس العرق؟ سيام؟ شو عم تعملي هون؟ كيف تسمحوا لي اشرب عرق؟ من وين جبت كيس العرق؟ ما بعرف، أول مرة بدي أخرب لكم بيتكم، شو قصدكم تعملوا؟ عم تقتلوه؟ خليني أفسر لك. بس يا سيام، شو بك بفرد صوتك طالع؟ يه؟ كله كرمال الحمام؟ ما بدي اتحمر، إلك معي شيء؟ يا ست سهام، أنا اسمي نور. كيفك كلمة لك يا جوليات؟ مدام نور، أنا رح شوف شو خبرني. دوماسيل جوليات. اسمي جوليات. أبداً، لا راحت ولا إجت، مثل غراب نوح بس بلا جوانح. أعطيني كيس العرق لهون، منين جبتوا هيدا؟ تفضلي، كبي برا وانطريني، حديثنا بعد ما خلص. يا
عم يوسف؟ ليش هيك مثل ولاد صغار عم